السلام عليكم. في حلقة هي الأهم عما يحدث في الكرة المصرية والعربية والعالمية وكل ما يدور داخل الساحات المستديرة وداخل جدران الكرة المصرية، جئت لك اليوم لكي أتحدث معك عما يحدث في الكرة المصرية والعربية من تفاصيل وأخبار وإحصائيات هي الأهم. في هذه الحلقة سنتحدث عن ما يحدث داخل جدران النادي الإسماعيلي، وأيضا ما يحدث عن المنتخبات الوطنية في هذا الوقت. نتحدث عن الاسماعيلي وضغط مسؤول الاسماعيلي على الكابتن ايهاب لعوده الرباعي، وايضا سنتحدث عن السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي التي تهاجم الكابتن ايهاب جلال بطريقه غير طبيعيه، وايضا سنتحدث عن تصريح ايهاب جلال، وسنتحدث عن عوده الاسماعيلي للتدريب الجماعي استعدادا لمباراه سموحه، وايضا اللعيبة المصابة واللعيبة التي عادت من الإصابة في الإسماعيلي، وأيضا سنتحدث عن حظر القيد بالنسبة للثلاث فترات الإسماعيلي، وسنتحدث عن ملخص وحكاية الكرة المصرية مع المنتخبات خلال شهر مارس. كل هذا في هذه الحلقة، ولكن مش طالب منك كتير، عايز اعرف كم اسماعيلاوي معايا وكم محبي لقناة الحبيب ومحبي للكرة المصرية، هعرفهم عن طريق لايكاتك وتعليقاتك واشتراكاتك. مش طالب منك كتير فرضا وليس امرا ان انت توصل معايا لاخر الحلقه، واشتراكك واللايك والسبسكرايب هم اللي دعموا هذه القناه، ولن تكبر هذه القناه الا بدونك. ف عايز اعرف كم واحد محب للكره الاسماعيلاويه والكره المصريه معانا باللايك والاشتراك والتعليق الجميل، وننشر الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بينا عشان نكبر، ولن اكبر الا بوجودك. ف قبل ما نقول صلى على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، وننطلق بحلقه هي الان عما يحدث في الكره المصريه والعربيه والعالميه من احصائيات واخبار وتفاصيل هي الان. البدايه من قلعه وكيان درويش مصر الدرويش العرب. طبعا اسماعيلي في فتره التوقف لعب ثلاث مباريات وديه، لعب مع المقاولون وتعادل، ولعب مع الو ايجيبت وكسب 1-0، ولعب اول مباراه في المقاوله مع فريق يحترم ودوله تحترم الدولة الليبية وأهلي بنغازي، الفريق المحترم الذي قدم احتفالية تليق باسم الإسماعيلي وأهلي بنغازي. بعيدا عن المباراة وبعيدا عن أجواء المباراة، كانت مباراة لاقت باسم فريقين، الإسماعيلي وأهلي بنغازي والدولة الليبية. طبعا تحية للدولة الليبية وتحية لكل جمهور اللي معايا على القناة الليبي، وسعيد أو سعداء في الإسماعيلية بالترحاب بالتوأمة بين الإسماعيلي والأهلي الليبي. وفاز الأهلي الليبي على الإسماعيلي بهدفين، ويستحق بهدفين مقابل لا شيء. ويستعد الإسماعيلي بعد وصول باس الإسماعيلي للأراضي المصرية بعد رحلة كانت هي الأصعب بالنسبة للإسماعيلي، عاد إلى استاد او عاد الى مطار برج العرب، ووصلت بس اسماعيلي الى الاسماعيليه، وكابتن ايهاب جلال اداهم راحه 24 ساعه وهيعودوا للتدريب الجماعي اليوم. طبعا هيعودوا النهارده، المفروض ان عوده الاسماعيلي اليوم الى التدريب الجماعي استعدادا لمباراه السموحه في الاسبوع ال 17. عندنا مباراه مؤجله مع فيوتشر، لكن المباراه الجايه هتكون في الاسبوع ال 17 في الدوري المصري الممتاز، والمحدد موعدها يوم الاحد الساعه 9:30 على استاد الاسماعيليه. نتمنى مباراه نعود للانتصارات عن طريق سموحه. يا ريت الجمهور الاسماعيلي تعب، الجمهور الاسماعيلي بقالنا 5 سنين نعاني مما يحدث من سلبيات، مفيش ايجابيات، كله سلبيات سلبيات. نتمنى الكابتن ايهاب جلال يعود لرونقه، يعود عن تفكيره السلبي، كله سلبي سلبي. ف ده بالنسبه لمباراه سموحه، والاسماعيلي بيستعد اليوم لمباراه سموحه. اداره الاسماعيلي تطلب من جلال، من الكابتن ايهاب جلال، عوده رباعي المستبعد للمشاركه في اللقاءات الرسميه. طبعا انت عندك الرباعي المستبعد احمد محسن وكريم عرفات ومحمد هاشم وباسم مرسي. طبعا بعد الهجوم الشرس على الكابتن ايهاب جلال على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وكان ترند، كان ترند كابتن ايهاب جلال، كان ترند للرحيل، كان ترند للرحيل هو وجهازه والثلاث لعيبه اللي جايبهم، ايريك تراوري ومحمد هاشم
احمد الشيخ، مش انا اللي بقول اهو، كان ترند هجوم شرس على الكابتن ايهاب جلال. هو الجمهور حقه، الجمهور تعب، الجمهور عايز يشوف الفريق في افضل حال، الجمهور ابتدى يبعد عن السوشيال ميديا ويبعد عن المباريات بسبب اداء الاسماعيلي، فاحنا عايزين الافضل للاسماعيلي. ده بالنسبه لي طبعا. تصريح كابتن ايهاب جلال مع هاني حتحوت اللي كان مسافر مع بس الاسماعيلي، بيقول لك انا توليت الاسماعيلي او قاده الاسماعيلي وانا عارف ظروف الفريق، ولكني سعيد من التجربه وامل ان تستمر خلال الفتره المقبله، وقبلت مهمه الاسماعيلي بسبب معرفتي بقيمه الفريق والنادي، والنادي مختلف او نادي الاسماعيلي مختلف عن الانديه الجماهيريه الاخرى، وانتظر مباراه اللي هي المباراه القادمه في الدوري، انتظر مباريات قويه في الدوري، ولكن لا اخشى مواجهه الفرق الكبيره والمنظمين داخل الملعب، وهو هدفي الوصول الوصول الاسماعيلي الى البطولات الافريقيه، ومشكلتي دائما اني اكثر المستعجلين او اكثر المستعجلين، اللي هو مستعجل، هو مستعجل الراجل، مستعجلين من اللعيبه لتحقيق نتيجه ايجابيه، يعني هو مستعجل اكتر من اللعيبه ان هو يحقق نتيجه ايجابيه. انا مستني تعليقك على تعليق الكابتن ايهاب جلال او على تصريح الكابتن ايهاب جلال بعد لقاء اهلي بنغازي. طبعا قلت لك ان هو كان ترند اليومين اللي فاتوا، كان ضغط عليه غير طبيعي. احنا ما بنهاجمش، او انا مش طالع هاجم او غيري طالع يهاجم الكابتن ايهاب جلال، احنا حزانه او زعلانين. انا كنت ناوي اعمل الصوره بتاعت الغلاب بتاعت الحلقه دي سودة، عزاء على الكره المصريه وليس الاسماعيلي فقط، كل شاف منتخبات التلاته اللي كانوا بيلعبوا في مارس. فنتمنى للكره المصريه الافضل في فشل في اداره او مسؤولي اتحاد الكره. طبعا اصابات الاسماعيلي لا تضم الا محمد حسن، يعني ما فيش اصابات الاسماعيلي طبعا بعد عوده مقلوب وفوزي وعبد الرحمن الده ومروان حمدي واحمد الشيخ، والكل عاد من الاصابات وكله كان موجود، وفي معظمهم كانوا متواجدين في بالنسبه لعيال ملون والناس اللي ما سافرتش دي كانت بتتاهل، لكن ما فيش اصابات. طبعا بالنسبه لحظر القيد، طبعا بعد حظر القيد اخر او مره اخرى لثلاث فترات على التوالي بسبب مشكله فخر الدين بن يوسف، الاسماعيلي يستعد لسداد غرامه المحكمه الرياضيه الدوليه بلويز ليزون السويسريه لصالح المهاجم التونسي ومهاجم الاسماعيلي السابق فخر الدين بن يوسف، والتي تقدر ب 600,000 جنيه منذ فبراير الماضي، بخلاف الفوائد على قيمة المبلغ لفك حظر القيد مرة أخرى في الدوري المحلي أو في البطولة المحلية للإسماعيلي. طبعا دي مشكلة متداولة، ودي مشكلة، دي حاجة معروفة، الإسماعيلي عنده مشكلة في حظر القيد، والناس كلها كانت عارفة، والناس كلها يعني إيه توقفت عند موضوع أكثر من مرة، لأن في أكثر من مشكلة. شواط كابتن حمزة الجمل مش عايز يشتكي وعايز يخلص الموضوع حبي، بس إدارة الإسماعيلي طبعا هي بتحب الضغوطات زي فخر الدين كده. ده بالنسبة لأخبار الدراويش، وما حدث من مواجهات وحدث من في الفترة اللي فاتت أخبار عن الدراويش، واستعداد الإسماعيلي للمباراة في الدوري ومباراة الكأس، القرعة ستكون الأسبوع القادم، هنتكلم في القرعة في قرعة كأس مصر 2024، وأيضا سنتحدث عن كل ما يحدث داخل جوران الاسماعيلي اول باول وباستمرار. فعايزك تشترك وتتابعني عشان تفضل معايا، وعشان تتابعني اول باول عشان اوصل لك اخبار الدراويش اول باول، وعشان يخبرك اخبار ولمتابعي الكره المصريه يوصل لك اخبار الكره المصريه وما يحدث من المنتخبات والبطولات في هذا الوقت. طبعا لما انت مؤثر في الكلام عن البريمير ليج وعن الليجا وعن دوري ابطال اوروبا، ولكن ما فيش يومين دول كل موجودين مباريات وديه منتخبات ومباريات دوليه وديه ومباريات
كأس العالم آسيا ومباراة اليورو ألمانيا 2024 دي. فمفيش حاجات مؤثرة عشان أتكلم وعشان أصغر حجم الحلقة لمحبي وعشيق الدراويش وأيضا محبي الكرة المصرية. فبعتذر الفترة الجاية هيكون في كلام عن كل ما يدور في البريمير ليج والليجا والدوري المصري والإسماعيلي. طبعا ملخص حكاية الكرة المصرية في مارس بالنسبة للمنتخبات الوطنية، طبعا كان الكارثة امبارح بهزيمة المنتخب الوطني المصري من المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2، بنتيجة كانت غير متوقعة للجمهور المصري. وانت شفت عدد الجمهور المتواجد في المدرجات كان ينتظر المفاجأة من الكابتن حسام حسن، ولكن للأسف لن ينجح كابتن حسام حسن. معلش هو بيلعب ثالث العالم، هنتكلم كورة بقى، كابتن حسام حسن كان بيلعب ثالث العالم. ده بالنسبة ل كابتن حسام حسن كان بيلعب ثالث العالم ولسه بداية للكابتن حسام حسن، ولكن في أخطاء ساذجة، في اختيارات غير موفقة، والكلام ده الكلام ترجع للحلقات اللي قبل كده اتكلمت فيها. ده بالنسبة للمنتخب. طبعا كان في ثلاث منتخبات مصرية تلعب في هذا التوقيت مباريات ودية ومباريات دولية. طبعا البداية من المنتخب الأولمبي، رابع بطولة كأس غرب آسيا في السعودية المكونة من 8 منتخبات. منتخب الأولمبي لم يقدم المطلوب، كنا عايزين نشوف المنتخب. طبعا انهزم أمس من المنتخب السعودي، كانت المباراة في السابعة انهزم. وأيضا منتخب الشباب ثالث بطولة الجزائر الودية في الجزائر المكونة من 4 منتخبات، يعني كده المنتخب الأولمبي رابع من 8 منتخبات، المنتخب الشباب ثالث من 4 منتخبات، والمنتخب الأول ثاني بطولة كأس العاصمة الإدارية المقامة في مصر المكونة من 4 منتخبات، منتخب مصر، منتخب كرواتيا، منتخب التونسي، ومنتخب نيوزيلندا. كسبت نيوزيلندا بضربة جزاء وربنا سهلها لك، وكنت المفروض ان تعلم انك ستقابل منتخب قوي اسمه المنتخب الكرواتي. لديه صولات وجولات في كأس العالم وفي اليورو وفي بطولات كبيرة، ف المفروض تعمل حجم او تقيم حجم او تلعب بطريقة لعب مختلفة، لكنك لعبت بنفس طريقة لعب مباريات نيوزيلندا 4-3-3 ولن تنجح صدقني. انت بتلعب، كنت المفروض تلعب برأس حربة واحد وتلعب على المرتدة السريعة وتقفل خط نص المنتخب الوطني المصري يا كابتن حسام حسن، لأني قفلت خط النص عرفت تسيطر على الملعب وتقفل حجم الملعب بشكل أفضل، ولكن أنت لعبت ب 4-3-3 وبعد غلة الأجوان اللي دخلت في المنتخب ووجود علامة استفهام على وجود، معلش يا كابتن سعفان انت حبيبي وحبيب الاسماعيلاويه، ولكن علامة استفهام على جباسكي حارس مرمى البنك الاهلي ال14 في الدوري، ازاي حارس مرمى دخل فيه غلة جوان ينضم الى المنتخب الوطني؟ في افضل منه كتير، شوفوا حراس مرمى، مش اسماعيلي، شوفوا حراس المرمى في الدوري المصري هتلاقي في افضل منه كتير. ده بالنسبة لجباسكي وابو جبل. وبالنسبة لحسام حسن لازم لابد من تعديل عشان تنجح، لابد من الاختيارات الافضل، ما تاخدش بالاسماء، خد بالخبرات، خد بالامكانيات، خد باللاعب اللي يقدر يديك او يزود من قيمتك، ما يقلش من قيمتك. ده بالنسبة للمنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية اساسا. طبعا طلعت في حلقة عجالة عن ما يحدث داخل جدران نادي الاسماعيلي وعن ما يحدث في الكره المصريه من 3 منتخبات فشلوا بسبب اتحاد كوره. اتحاد كوره يوجد فيه بعض الاشخاص التي تعمل لحساب نفسها وليس لحساب الجمهور او لحساب الكيانات، تعمل لحساب المصلحه الشخصيه وليس المصلحه الاجماليه، ولكن للجمهور المصري وللجمهور الاسماعيلي والجمهور عزاء على ما حدث من في اداء الاسماعيلي الفتره اللي فاتت بسبب سوء تفكير من مدير فني الكابتن ايهاب جلال، وبسبب سوء
او ضغط على او ظلم بعض لاعبي الاسماعيلي المستبعدين بسبب اشياء ساذجه او بسبب اختيارات غير منطقيه، وايضا بسبب اتحاد كره فاشل يعمل لحساب نفسه لنا الله عز وجل ولا الجمهور المصري. واتمنى لكل اللي وصل معايا وكل راجل وصل معايا لاخر حلقه، عايز اعرف كم محبي لقناه الحريف وكم محبي للكره المصريه ولبرازيل الكره المصريه، هعرف عن طريق لايكاتك. اللايك هو من يعرفني من هو وصل لاخر الحلقه. لايك والاشتراك والسبسكرايب عشان تفضل معايا وعشان تتابعني اول باول. ما اقدرش غير اقول لك يا صديقي يوم سعيد والسلام عليكم. انتظرني في حلقه غدا ستكون اكثر من رائعه. و ما اقدرش غير اقول لك يا صديقي يوم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.